طيب عندما يقول مثلا موضوع آخر الأضاحي واحدة منهم قالت كده قسوة تذبحوا الضحية ذنبها إيه ويجب ألا نذبح الأنعام بهذه الطريقة. طيب ما حضرتك بتاكل لحم وحضرتك فيجيتيريان ما بتاكلش لحم هو انت نباتيه طب غيرك بياكل لحمه طب واذا كان ربنا سبحانه وتعالى ايات قرانيه اتكلمت عن التزكيه والذبح واخراج الدم وان هذا نسك وان عدم ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يذكر اسم الله امتى مش عند الذبح يبقى ربنا الأنعام يبقى ربنا اللي قال لنا نذبح بطريقه معينه واللي فيها اجراءات ونيه وتسميه وكذا بين قوسين الذبح والنسك فيه نص قرآني من ينكره أو من يقول حقوق الحيوان ولا يريد تطبيق هذا النص حكمه كل من ينكر نصا قرآنيا ثابتا قطعيا معرضا للخروج عن الدين يخرج عن الملة انا بنكر عشان يرجع دلوقتي معلش عشان نصيحة تتم يعمل ايه عشان نرجعه بس طيب عشان ابقى موضوعي احنا قدامنا امرين اما ان يقوله جهلا او استهتارا أو إما أن يقوله اعتقادا طب لو قاله اعتقادا قال لا أنا معتقد كده وأي حد يقول غير كده أنا ما عبروش سواء القرآن قال أو ما قالش يبقى كده عرض نفسه لتهمة الخروج عن الدين وأنه يلحد هذا النص القرآن طب لو قالها جهلا يعلم هنجيبه نقول له اللي أنت بتقوله ده أنت عارف أنه منتسب إلى نص القرآن لا والله ما أعرف أنت أول مرة تكشفون الأمر طب بتقولوا ليه؟ قالي أنا من باب المدنية وكذا لكنني أنا مسلم وبصلي ولا أنكر هم بيقولوا ما بنتكلمش في القرآن ولا نهاجم أي القرآن الكريم لكن ده يعتبر إيه؟ هم خد من الآخر بس حضرتك بس خد من الآخر الله يكرم ما بيهاجموش القرآن لكن بيهاجموا بعض أحاديث في السنة على تحفظات من وجهة نظرهم هم لا هل هذا مقبول شرعا أم غير مقبول بداية؟ هم أنا مش مع حضرتك ليه؟ هم ينكرون بعض الآيات القرآنية ليس من باب نصها وإنما إعطاها معنى يخصه فده مش تعرض للقرآن ده مش ده تجديف يعني بمعنى إننا العبث ما هو ده تجديد بقى التجديد اللي بالند بيه يا دكتور يعني ده تجديف وليس تجديد التجديد ده معناه إننا أوسع دائرة الفهم زي ما سيدنا عمر عمل في آيات الفيء وكذا وكذا فهنا توسيعة للفهم وذا أمر مشروع وإنما ظهر علم التفسير صحيح. لكن ده بيجي يقول أنا ما أعرفش إن فيها نص طب ما تسأل الأول فيها نص ولا لا هذا كان سؤال لحضرتك كعالم وأنا في برنامج القضية أناقش هذه القضايا الحيوية للمشاهدين نعم عشان نصل لحل